السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم درس خصوصي ماث. معكم مستر محمد إبراهيم، خبير مادة الماث بوزارة التربية والتعليم وخبير النظام التعليمي الجديد أو بوينت 2 والماث التعليم بالبريتش كونسل المجلس الثقافي البريطاني. النهاردة إن شاء الله معدنا مع سيشن 9 من منهج جريد 2 والفيرست تيرم مع النسون الممتع والجميل استيميشن. هنتكلم فيها مستر، هنتكلم عن الاستيميشن ذات نفسه، اسلوبين الخاصين بيه في اللسون بتاع النهارده اللي هي البليس فاليو استيميشن والراوندنج استيميشن، وهنتعرف هل الناتج اللي طلع اذا كان استيميتد هل بيكون اكسبتد ولا نوت اكسبتد. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا. لو عايز اي فيديو احنا بننزله ما يفوتكش على طول، هتيجي من تحت الفيديو اللي اتفرج عليه كده هتلاقي خانه اشتراك، هتدوس عليها ومن السهم اللي جنبها ده هتدوس وتختار كلمه الكل او اول. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي الاستيميشن باي تشارت، استخدام التقريب بخط الاعداد. بيقول لي استيميشن اللي هو التقريب is finding a number، ايجاد عدد that is close، يكون قريب to another number، من عدد تاني. استيميشن makes the numbers easier to add and subtract. ايه فايدته؟ فايدته ان هو بيخلي المساله في البلس والماينس اسهل. طيب يا مستر في سؤال بعد اذنك، طب احنا ليه نجيب عدد قريب من العدد اللي هو عطاه لنا، ما نستخدم العدد اللي هو عطاه لنا؟ هو الفكره كلها ان انت ممكن احيانا بتكون ناسي العدد اللي معاك، يعني ممكن احيانا اكون انا معايا فلوس بس ما عندتهاش، فلما حد يكلمني يقول لي معاك كام اقول له مش عارف والله انا ما عندتهمش، فيروح قايل لي ايه تقريبا، استيميتنج تقريبا معاك كام، فهمت؟ يبقى هنا الفكره كلها ان انت وارد وبيحصل معانا في حياتنا العاديه ان انا يكون معايا نمبر ومش فاكر النمبر ده كام بالظبط، ففي الحاله دي ببتدي ان انا اقول اقرب حاجه جايه في بالي. طيب لو بصيت كده على المساله على 120 شارت، فبيقول لي ال12 قريبه من مين؟ ال12 اللي هي دي هل هي قريبه؟ احنا في التقريب بتاعنا بنمشي مع الفاميلي اوف 10 اللي هي 10 و20 و30 و40 وهكذا لغايه 120. فادي لما اسالك عن ال12 هي اقرب لل10 ولا اقرب لل20؟ لما تيجي تبص كده تقول لي لا ال12 اقرب لل10، عشان كده هو قال لك is closer to 10. طيب نمبر زي 58 موجود هنا اهو على الشارت اهو زي ما انت شايف. طب يا ترى هو قريب من ال50 ولا قريب لل60 اكتر؟ لا هو قريب لل60 اكتر، ممتاز. يلا نحله برضه باستخدام الشارت. بيقول لي 41 is closer، فتعالى نحدد ال41 موجوده فين. ال41 موجوده هنا، هل يا ترى ال41 اقرب لل40 ولا لل50؟ ما احنا قلنا اللي في اخر صف ده هو الاستيميت اللي هو في زيروز ده اللي هو فاميلي اوف 10، اقرب من ال40 ولا اقرب من ال50؟ لا اقرب من ال40 يا مستر، انت اسجنت. بيقول لي ال8 is closer to، في النمبر 8 اهو، هل ال8 قريبه من ال10 ولا قريبه من ال0؟ لا ال8 قريبه من ال10، انت اسجنت. طب ال57 فين ال57؟ ال57 اهي، هل ال57 قريبه من ال60 ولا قريبه من ال50؟ لا قريبه اكتر من ال60 يا مستر، ممتاز جدا. تاني بيقول ال26 is closer to، فين ال26؟ ال26 اهي، يا ترى ال26 قريبه اكتر من ال20 ولا قريبه اكتر من ال30؟ لا يا مستر ال26 قريبه اكتر من ال30، ممتاز جدا. ال89 is closer to، ال89 اهي، يا ترى ال89 قريبه من ال90 اكتر ولا من ال80 اكتر؟ لا ال89 قريبه اكتر من ال90، ممتاز جدا. ال18 is closer to، ال18 قريبه من مين؟ تعالى نطلعها الاول اهي، هل ال18 قريبه من ال10 اكتر ولا من ال20 اكتر؟ لا قريبه من ال20 اكتر، حتى بص جنبها ازاي، ممتاز جدا. بيقول لي you can use the 120 chart to estimate in addition and subtraction، ممكن تستخدم الفكره دي عشان تعمل بلس او ماينس. فهو هنا جايب لي مسألة بلس عايزين نحلها الأول، هتبقى 8 بلس 1 يكوال 9، وهنا 4 بلس 2 يكوال 6. الحل اللي أنا جبته ده اسمه الأكشوال، اسمه يا مستر الأكشوال، يعني الحل الحقيقي إن هو بالظبط. لما جيت بقى أشوف ال 48، فال 48 أهي قريبة أكتر من ال 50، أنت جاي كاتب في خانة الثينك اللي هي الإستيميت اللي هو بيقول لك فكر كده هي قريبة من مين؟ قريبة من ال 50. طب وال 21؟ ال 21 يا مستر قريبه من ال 20، اقرب لل 20 يبقى هكتب مكانها 20. ولما اجي احل المساله دي هيبقى 0 بلس 0 يكوال 0 و5 بلس 2 يكوال 7، هتبقى كلها على بعضها 7. عشان كده في الاخر بيقول لي سو فانه 48 بلس 21 از اباوت، يعني حوالي او تقريبا نفس المعنى، هي تقريبا 70، ممتاز جدا. نفس الكلام في الماينس، انا كنت ممكن احلها من الماينس، لو هحلها بجد هقول له 8 ماينس 1 يكوال 7، 4 ماينس 2 يكوال 2، يبقى الاكشوال الحل ان بالظبط طلع معايا 27.
لما جيت بقى احلها استيميتنج قلت له 0 ماينس 0 0 و5 ماينس 2 ب 3 يبقى هي اباوت حوالي او تقريبا 30. ممتاز جدا. يلا بقى احنا نحل مساله ونجرب. ال 27 بلس 11 تعال نحلها بجد. هقول له 7 بلس 1 ايكوال 8 2 بلس 1 ايكوال 3. الحل ده الحل الحقيقي اللي هو اسمه ايه بالناس؟ اسمه اكشوال. ممتاز جدا. تعال بقى نعمل ثينك نفكر كده، هي ال 27 قريبه منين؟ ال 27 ايه؟ هل قريبه من ال 20 ولا من ال 30؟ لا يا مستر قمنا دي جنب ال 30 بالظبط، ده في فرق بينها مربعين بس، دي قريبه من ال 30. ممتاز جدا. طب ال 11 قريبه من ال 10 اكتر ولا من ال 20؟ لا قريبه من ال 10 يا مستر. طب ما تيجي نعمل لهم بلس، يبقى 0 بلس 0 ايكوال 0، 3 بلس 1 ايكوال 4، وهقول له 27 بلس 11 از اباوت تقريبا او حوالي 40. ممتاز جدا. تاني مساله ماينس، يلا نحلها بجد. 2 ماينس 1 ايكوال 1، 6 ماينس 2 ايكوال 4. يلا بقى نعمل ثينك. ال 62 وال 62 موجوده هنا، هل ال 62 قريبه اكتر من ال 60 ولا قريبه اكتر من ال 70؟ لا قريبه اكتر من ال 60 يا مستر. ممتاز جدا. طب ال 21 قريبه اكتر من ال 20 ولا قريبه اكتر من ال 30؟ لا قريبه اكتر من ال 20 يا مستر. تعال نعمل ماينس، 0 ماينس 0 ايكوال 0، 6 ماينس 2 ايكوال 4. يبقى 62 minus 21 is about حوالي 4 تقريبا 40. ممتاز جدا. هنتكلم دلوقتي بقى عن الاستيميشن باسلوب اسمه البليز فاليو. البليز فاليو اللي هو اسلوب القيمه المكانيه. ايه اسلوب القيمه المكانيه ده؟ بيقول لك انت بتكتب الفيرست ديجيت، بتكتب الرقم الاولاني وتقلب اللي جنبه زيرو على طول كده مستر على طول. يلا بينا تعال نحل المساله دي بجد. نجيب الاكشوال، 1 plus 2 equal 3، 3 plus 4 equal 6. ممتاز. لو عايز بقى اعملها بطريقه البليز فاليو يبقى هكتب ال 3 زي ما هي واللي جنبها قلبته 0، بص بقى 30، وهنا هكتب ال 4 زي ما هي واللي جنبها قلبه 0 بقت 40، وعملت لهم بلس بقوا 70. ننتج نفس الكلام هنا برضو، 4 ماينس 3 ايكوالز 1، 5 ماينس 2 ايكوال 3. لما جيت اعملها بالبليز فاليو كتبت ال 5 زي ما هي وقلبت اللي جنبها 0، هنا كتبت ال 2 زي ما هي وقلبت اللي جنبها 0 وحنتهم فطلعت افاوت 30، حوالي 30. ممتاز جدا. يلا بينا، بيقول لي يوز، استخدم البليز فاليو، طريقة القيمة المكانية اللي احنا اتفقنا ان احنا بنكتب أول رقم والتاني بنقلبه زيرو. تو استيميت، يلا الأول نحل بجد. 2 بلس 2 ايكوال 4، 5 بلس 3 ايكوال 8. يبقى دي كده 84، ده الحل الإيه؟ الأكشوال اللي هو الحقيقي. ممتاز. طب بالبليز فاليو هنكتب ال 5 زي ما هي ونقلب اللي جنبها زيرو. هنا هنكتب ال 3 زي ما هي ونقلب اللي جنبها 0. يلا نحل دي برضه، 0 بلس 0 ايكوال 0، 5 و 3 8. ممتاز جدا. يلا بينا هنا، 3 ماينس 2 ايكوالز 1، 9 ماينس 5 ايكوالز 4. يلا بينا بطريقه البليز فاليو يبقى هنكتب ال 9 زي ما هي ونقلب اللي جنبها 0، وهنا هنكتب ال 5 زي ما هي ونقلب اللي جنبها 0. يلا برضه نحل بتاعت الاستيميت دي، 0 ماينس 0 ب 0 و 9 ماينس 5 ب 4 تبقى about 40، وهنا about 8 طلعت تقريبا 80 وهنا طلعت تقريبا 40. ممتاز جدا. يلا تاني، 1 plus 3 equal 4، 1 plus 6 equal 7. يلا بينا بالبليز فاليو بنكتب الرقم الاولاني ونقلب الثاني 0، وهنا هنكتب 6 ونقلب الثاني 0. 0 minus 0 ب 0، 1 دي المساله دي بلس، اسف 1 plus 6 اسم تبقى سمت. هنا 6 minus 4 2، 3 minus 1 2 برضه. يلا نحل بالبليز فاليو، ال 3 تنزل زي ما هي واللي جنبها يتقلب 0، ال 1 ينزل زي ما هو واللي جنبه يتقلب 0، 0 ماينس 0 ب 0، 3 ماينس 1 ب 2. يلا بينا، يبقى الحل طلع تقريبا 20. ممتاز جدا. مساله بتقول لي a book store يعني محل بيبيع كتب، sold باع 34 books in Wednesday، باع 34 بوكس يوم الاربعاء، and where 23 بوكس on Thursday يوم الخميس. بيبقى باع يوم الاربعاء 34 وباع يوم الخميس 23. estimate how many books sold in the two days. انت طبعا عايز اليومين، الاثنين دي معناها بلس، قلنا ذا تو معناها بلس، بس عايز يعمل لها estimate. يبقى انا لما اعملها له هقول له 23 بلس 34، هنحلها هنا بجد، وهنا هنعمل لها استيميت. تعال نحلها بجد، هيبقى 3 بلس 4 ايكوال 7 و 2 بلس 3 ايكوال 5. ده الحل الايه؟ ده الحل الاكشوال يا مستر. هو طبعا مش طالبه مني، هو عايز نعمل لها استيميت. هنا بقى
هقول له الاولاني بيتكتب زي ما هو والثاني بيتقلب زيرو. هنا الاولاني بيتكتب زي ما هو والثاني بيتقلب زيرو. يلا نحلها بقى. هي دي اللي عايزها مني اللي هي الاستيميت 0 بلس 0 ايكوال 0 و2 بلس 3 ايكوال 5. ده كده الايه؟ ده كده الاستيميت. ممتاز جدا. ايمن collected 63 stands، بيجمع الطوابع اللي هي الصوره الصغيره دي اللي بيكون عليها شكل من الاشكال المشهوره بقى، اهرامات الجيزه، عمود السواري، الحاجات اللي هي الاثريه دي. ده كده اسمه طابع. هو مجمع 63. He gave اعطى 42 to his friend، لصاحبه. طيب هو انا لما ادي من الحاجه بتاعتي لصاحبي الحاجه اللي معايا هتزيد ولا هتقل؟ هتقل يا مستر، هتبقى ماينس. وهو كمان في الاخر هتملي كلمه ليفت، كلمه ليفت في الاخر اللي بتدل على الباقي اللي هو الماينس. طيب يلا نحلها، يبقى 63 ماينس 42 كده هنحلها بجد يا مستر، برافو عليك. 3 ماينس 2 1، 6 ماينس 4 2. ده كده الاكشوال، الحل الحقيقي. تعالى بقى نعمل له اللي هو عايزه عشان هو قال لي استيميت، فنعملها ثينك. هنا هنكتب الرقم الاولاني ونقلب الثاني زيرو، وهنا هنكتب الرقم الاولاني ونقلب الثاني زيرو. يلا نحلها، 0 ماينس 0 من 0، 6 ماينس 4 2. يبقى ده كده الايه؟ الاستيميت. نلاحظ دلوقتي بقى هنتكلم عن حاجه اسمها accepted and not accepted estimation. هي الفكره كلها بتقول لي ايه؟ ان انت بعد ما بتجيب الحل اللي هو الاستيميت لو لقيته قريب من الحل الحقيقي بتقول عليه accepted. طب لو لقيت الحل اللي هو التقريبي دوت اللي هو الاستيميت بعيد عن الحل الحقيقي بتقول له ده not accepted. يبقى مثلا انا توقعت ان الاهلي هيكسب 4-0، ده التخمين بتاعي، ده الاستيميت اللي هو انا قلت تقريبا هيكسب، بس ده لسه ما حصلش. في الحقيقه بقى، في الحقيقه الاهلي كسب 3-0. يبقى اللي انا خمنته او توقعته قريب من الحقيقه ولا بعيد قوي؟ لا قريب يا مستر، ويعتبر قريب قوي. كده بقول له اكسبتد، اللي انا توقعته قريب قوي من اللي حصل. طب لو انا توقعت ان الاهلي هيكسب 4-0، ام جاي الاهلي تعادل 1-1 او تعادل 0-0، هل كده ان انا توقعته قريب من الحقيقه ولا بعيد قوي عنها؟ لا بعيد قوي عنها يا مستر. في الحاله دي بقول له not accepted، التوقع ان انا توقعته بعيد قوي عن الحقيقه. فاحنا برضو بنحل المساله، لو الرقم اللي احنا طلعناه قريب من الحل الاكشوال ان هو الحقيقي بقول له accepted، لكن لو طلع بعيد قوي بقول له not accepted. تعالى نشوف مساله مع بعض. هنا بيقول لي 43 بلس 31، طبعا احنا واخدين ده في السيشن اللي فات. ال 43 اقول له هنا تي او، تي يعني تنس بينزل لها زيرو، او يعني وانس بتنزل ساده، تي او، تي يعني تنس بينزل زيرو، او يعني وانس بتنزل ساده. بيقول لي اند ذا وانس، وانس اللي هي الاعداد الساده يا مستر اللي معاها زيروز، او 3 بلس 1 ايكوال 4. اد ذا تنس، التنس اللي عندهم زيرو، ممتاز. يبقى هنا 40 وهنا 30، هنحسبهم هيبقوا 70. find the actual sum، باخد الاثنين دول زي ما احنا متعودين اللي في الاخر خالص واقول له 70 بلس 4، وممكن اعمل له بلس بصوتي 70 بلس 4 ايكوال 74. ده الحل الايه؟ الحقيقي يا مستر الاكشوال. تعالى بقى نجيب الاستيميشن فوق هنا، بتعمل ايه؟ بكتب الرقم الاولاني يا مستر واقلب الثاني زيرو، بلس اكتب السرير الاولانيه واقلب الثاني زيرو، يطلعوا كام؟ 40 بلس 30 يطلعوا ايكوال 70. طيب يبقى انا توقعت ان هم هيطلعوا 70 وهم في الحقيقه طلعوا 74، بعيد قوي عن بعض ولا قريبين؟ والله الفرق بينهم 4 قريبين، لكن لغايه 71 72 73 74 هقول له قريبين من بعض، من اول 75 هقول له لا كده بعيد بقى. يبقى انا لو خمنت او توقعت ان المساله هتطلع 40 وطلعت في الحقيقه 40، ده انا كده ابقى ممتاز. طلعت 41 جميل اكسبتد، 42 اكسبتد برضه، 43 اكسبتد، 44 اكسبتد، 45 لا بقى كده نوت اكسبت، كده بعيده شويه عن اللي انا توقعته. هي طبعا 70 وطالعه معايا 74، فكده هقول له ايه؟ ماشي اكسبتد، فهختار له هنا كلمه اكسبتد. ممتاز جدا. يلا تاني 62 بلس 11، هقول له هنا تي او يعني تنس، التنس بينزل لزيرو والونس بينزل زي ما هو، تي او تنس وونس، التنس بينزل لزيرو والونس بينزل زي ما هو. بيقول لي هنا اد ذا وونس اللي ما عندهمش زيروز، 2 بلس 1 ايكوال 3.
add the tens. The tens اللي هي عندهم 0 60 plus 10 equals 70. بعد كده بيقول لي find actual sum. باخد اخر حاجتين دول زي ما احنا متعودين. هقول له 70 plus 3 ممكن اعمل له plus بصوتي 70 plus 3 ما اقولش plus دي وتبقى 73 مرة واحدة. ممتاز جدا وانا عارف ان انت شطور ومتذكر السيشنز سم. ده كده الاكشوال سم الحل الحقيقي. تعال نعمل استيميت ال6 هنكتبها واللي جنبها بيتقلم 0. ال1 هنكتبه واللي جنبه بيتقلم 0. يبقى 60 بلس 10 بيكوال 70. ده التوقع بتاعي، توقعت ان هي هتطلع 70. هل التوقع بتاعي قريب من الحقيقه؟ الحقيقه 73. اه مستر حضرتك قلت لغايه 74 قريبين من بعض، يبقى هنا هقول له accepted. ممتاز جدا. يلا تاني 35 plus 59 هقول له هنا تي او تنس وانس. التنس بينزل له زيرو والوانس بينزل ساده. تي او تنس وانس التنس بينزل له زيرو والوانس بينزل ساده. add the ones يبقى 5 plus 9 equals 40. add the tens 50 plus 30 equal 80. find the actual sum اخد الاثنين الاخرانيين دول واقول له 80 plus 14 طبعا 4 و 0 هم 4 1 و 8 9 بقت 94. يلا نعمل الاستيميت بتاعنا. هاخد الاولاني اللي هو 3 واللي جنبه اجيبه 0 plus اخد الاولاني اللي هو 5 واللي جنبه قلبه 0. 30 plus 50 equal 80. انا توقعت ان هي هتطلع 80 بس هي طلعت في الحقيقه 94. ايه رايك قريبين من بعض؟ لا مست، ده انت توقعت 80 وهي طلعت في 90 بعيد قوي عن بعض. يبقى الاستيميشن بتاعك اكسبتد ولا نوت اكسبتد، مقبول ولا بعيد عن الحقيقه مش مقبول؟ لا يا مستر المره دي نوت اكسبتد مش مقبول. مستر انا مش حافظ الكلمه دي، ما تقلقش يا باشا حاططها لك في كلمات الحفظ الجديده عشان تحفظها ونطقها لك كمان. انتزلت الكلمات اهيت استيميشن التقريب نمبرز تشارت مخطط الاعداد بليز فاليو استراتيجي التقريب للقيمه الاعلى، يعني بنكتب الرقم الاولاني واللي جنبه زيرو. استراتيجي استراتيجيه. Close to قريب من accepted مقبول not accepted مرفوض actual sum الناتج الحقيقي about حوالي easier أسهل nearest لأقرب highest أعلى أو أكبر think التوقع او التخمين estimate ثلاث رؤوس اسئله اللي بالاحمر دول بيجي عشان تبقى فاهم وما تحلش السؤال بالشكل estimate قرب او خمن find elegant use استغل. وبكده حبايبي تكون السيشن بتاعتنا انتهت. اتمنى تكون فهمت كل حرف فيها وفصصناه مع بعض. ما تنساش تحل الهوم ورك بتاعك وتعمل لي لايك على الفيديو وكومنت جميل زيك. اشوفك على خير في الفيديوهات الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.